وللحديث أكثر لنا قنوع محللة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب تنضم إلينا في الاستديو. لينا أهلا بك معنا. أهلا بك حسين. أبدأ معك اليوم من آخر أرقام صادرة من الولايات المتحدة، طلبات الإعانة دون 500,000 مفاجأة إيجابية، ننتظر بيانات الوظائف يوم الجمعة. يعني كل يوم جمعة في بداية الشهر المتداول ينتظر هذه الأرقام. برأيك يعني إذا جاءت عندنا المليون وظيفة جديدة أو فوق المليون، ما الذي قد يعنيه بالنسبة للدولار؟ طبعا بالنسبة لبيانات الوظائف الأمريكية المترقبة كل شهر، وهي بيانات بشكل عام هذه الشهرية مهمة جدا، سواء اللي ظهرت البيانات اللي ظهرت عن القطاع الخاص أمس، وأيضا بيانات إعانة البطالة، وأيضا بيانات الوظائف الأمريكية المتوقعة تقريبا عند 1,978,000 وظيفة توقعات. إذا جاءت فوق هذه التوقعات هي بيانات إيجابية جدا، راح يكون لها تأثير على تحركات الدولار الأمريكي، ممكن يضطر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إنه لرفع أسعار الفائدة، رغم أنه تكرار ومرارا وتكرار أنه إسا مستبعد يعني أنه يقوم برفع أسعار فائدة بالوقت القريب، لأنه عم يعتبر أنه إسا ما وصل لأهداف التوظيف بشكل كامل. لو جاءت البيانات دون التوقعات ما رح نشوف أبدا رفع أسعار فائدة، ما رح نشوف كما تكلمت جانت يلين يوم أمس أنه توقعات برفع أسعار فائدة في ظل التعافي الاقتصادي والبيانات الاقتصادية الإيجابية. إذا كانت كما ذكرت البيانات الإيجابية والمتوقع أن تكون البيانات إيجابية جدا، ففي ظل يعني البيانات التي على أساس ظهور هذه البيانات السابقة، فبالتالي ممكن ارتفاع شادو للدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وممكن نسمع بعد فترة أنه يكون في بداية يعني تجديد للسياسة النقدية، لكن ليس في هذا الوقت. طيب بالنسبة لل خاصة أود أن أعلق أنه أمام الين الياباني، لو كانت البيانات إيجابية بيانات الوظائف الأمريكية راح يكون تأثيرها على الين الياباني بشكل كبير، وراح نشوف مستويات 110 و111. فنك السويسري كذلك الأمر كونهم مرذات الأمن الأبرز. نعم ربما نعم. أوكي الاسترليني اليوم على تراجع دون الدولار 39 سنت، على الرغم من تفاؤل البنك المركزي الإنجليزي رفع توقعات الاقتصاد بشكل كبير للربع الثاني والعام الحالي. ما الذي يضغط على الباوند؟ هل هي الانتخابات ربما في اسكتلندا؟ نعم بالنسبه للباوند كما ذكرت انه ما غير بسياسته النقديه، تركها كما هي، وكما ذكرت انه تحدث عن نمو اقتصادي قوي 5% في هذا الربع، وايضا في نهايه العام يكون 7% مقارنه بالانكماش الذي حدث خلال العام الماضي. توقعاته بالتعافي الاقتصادي يعني رفع توقعاته اللي كانت سابقا في فبراير، عم بيقول ربما تعود قبل مستويات الجائحه في الربع الرابع، كلها يعني عوامل إيجابي، لكن قال ربما يكون النمو الاقتصادي وعابر ومؤقت. وكما أظن الانتخابات في اسكتلندا اللي عم تأثر بشكل كبير، وخاصة أنه هذا يعني انتخابات هي محلية وإقليمية ومن أهم الانتخابات التي تحدث خاصة بعد إلغائها كان العام الماضي، فبالتالي 5,000 مجالس المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية عم نتحدث تقريبا 129 في اسكتلندا، فبالتالي لو تم فعلا المجلس الوطني يحصل على الأغلبية فراح يكون هذا راح يكون هناك في استفتاء لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وأيضا لو لم يحصل على الأغلبية العظمى وكان هناك أصوات بشكل كبير، لكن الاستطلاعات ما عم تشير إلى ذلك، فبالتالي ممكن يكون في ائتلاف مع الأحزاب الأخرى، وهذا راح يكون تأثيراته بشكل كبير على الأسواق وعلى الجنيه الاسترليني. وعم نشوف هذه الضغوطات يمكن ترقبا للانتخابات راح تظهر يوم الأحد، هي بلشت الانتخابات لكن بيحتاج التصويت ليوم الأحد. طبعا تحسب لبوريس جونسون نقطة كحزب محافظ أنه أدى حملات التطعيم بشكل على نطاق واسع وشامل، و يعني اختلفت عن يعني حسن من أخطائه التي في تعامله مع الجائحة في بداية تعامله مع الجائحة، فعم نشوف هاي حملات التطعيم فهي نقطة إيجابية لصالح بوريس جونسون، فننتظر. ولهذا السبب عم نشوف بعض الضغط على الجنيه الاسترليني، لو كسرنا مستويات يعني هذه المستويات الحالية نحن بنحكي ممكن نشوف المستويات 31.20 و 31، لو بلشنا نشوف الارتفاعات اللي عم نحكي حفظنا على 1.39 هي مستويات كتير مهمة، ورجعنا لها وبقينا فوق راح نشوف مستويات 1.40 و 1.41. لينا اليورو أيضا يعني أداؤه كان قوي منذ بداية أبريل، شهدنا بعض الضغوط في نهاية أبريل
ولكن اليوم يعود لينشط من جديد فوق مستويات دولار 20 سنت. إلى أي درجة مهمة هذه المستويات بالنسبة لليورو وما الذي تتوقعونه أيضا؟ بالنسبة لليورو إذا تحدثنا هلأ نترقب طبعا بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية طبعا مهمة في تحركات اليورو لأن بما أن لها تأثير على الدولار الأمريكي بشكل عام هو في تصحيح صعودي بالنسبة لليورو عم نشوفه اليوم بعد التراجعات اللي شهدناها خلال الأسبوع لكن كانت يعني اليورو خلال الأسبوع الماضي على ارتفاعات فبالتالي هذا يعني الموجة التصحيح الصعودية إذا شفنا الواحد 20-70 واستقرينا فوقها راح نشوف مستويات الواحد 21-70 ومن بعدها نشوف الواحد 22 هذا بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأمريكي لكن يعتمد على بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية كيف راح تكون إذا كانت إيجابية راح يكون نرجع لنشوف ممكن هبوط لليورو لو كانت البيانات الوظائف الأمريكية غير التوقعات طبعا بسبب الدولار الأمريكي أنه نشوف يرجع اليورو على ارتفاعات صاعدة بالتالي أيضا إذا قارنا الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة اليورو رغم بعض البيانات عم نشوفها يعني إيجابية نوعا ما هذه الأيام رغم الناتج المحلي الإجمالي جاء في انكماش بماينس 1.6% لكن البيانات الإيجابية اللي عم تظهر اليومين هي شوية عم تدعم من أو بتحد من انه يكون في تراجعات على اليورو بشكل كبير وخاصه اذا ما قررنا بالولايات المتحده الامريكيه التعافي الاقتصادي اكبر حملات التطعيم تتم اكبر من حملات التطعيم الموجوده في منطقه اليورو في تاخير في حملات التطعيم لينا قنوع محلل اسواق عالميه في إكويتي جروب شكرا جزيلا